في هذا الفيديو جيسبر كو زالي تري تري بيان. دونك غادي نشارك معكم واحد المجموعه من العطور ديالي اللي قربوا يتسالاو ولا تسالاو وما غاديش نبقى بيان سور محتفظه غير بلي فلاكون ديالهم. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا الفيديو نعطيكم الراي ديالي فيهم، واش يستحقوا انني نعاود نشريهم وكيفاش كانت تجربتي معاهم، لان شحال من عطر فريمون شريتو اعتمادا على الراي ديال لي زانفلونسور كيف اليوتيوب. كنت كندخل انا كنشوف الراي ديالهم وتنقول وي بوتيتر هاد البارفان راه زويون، مع ان العلم ان عندنا لوكازيون اننا نمشيو لواحد البارفيميري ونيسيهم نجربوهم، لكن ماشي جميع العطور تلقاوهم، فماشي جميع العطور. وتنبغيو ديما نقلبو على شي عطر اللي هو سبيسيال، شي حاجه اللي هي زوينه ما دارجاش، حيت فاش كتكوني فشي عراضه ولا فشي كليسه ولا هذا كتبغي تكوني متميزه بالعطر ديالك، بحال واحد لا سيناتور بيرسونيل ديالك كتكون كتعطيك واحد تعريف خاص بك. فمهم هادو بعض العطور اللي تقاد قرابين يتقاداو، كيف ما تتشوفوا كاين شي وحدين بقى فيهم غير شي شويه، فبحال هكذا كيف ما تتشوفوا، فما بيانتو خصهم مون تقاداو. فغادي نديرو ان بيلون، وكاينين شي عطوره فعلا غادي تصدموا فيهم لان بزاف اللي شكروهم، لكن انا بالنسبه ليا اون موفيز اكسبيريونس، فما زالاش غدا نشريهم ولا ندور بجهتهم، فخليكم معنا ان شاء الله نستافدوا جميع. اذا اول بارفان غادي نبدا معكم به هو هذا كوكو مادموزيل ديال شانيل، عطر غني عن التعريف. تنظن ما كاينش شي سيده ما عرفاتش ولا ما سمعاتش بهذا العطر، غزال، عطر انثوي راقي فريد زوين، ريحته رائعه يعني ثابت. لا ميزون دو شانيل ما نحتاجوش نشكروا فيها، شكرا راسها. هذا البارفان غزال بزاف، بحالو بحال زعما لا غام ديال شانيل، غزال غزال بزاف. هذا يستحق انني نعاود نشريه اكيد، لان كيعجبني حبا في هذا العطر، وتنشكر اللي عطاه ليا كادو، حيتاش انا الاغلبيه انا تيجوني عطوره كادو ابغ هذوك اللي تنشري، هذا كان جاني كادو، هذا نشريه ونعاود. ويخصو يكون عند اي سيده. المشكل البسيط هو ان هاد البارفان ما بقاش شي حاجه اللي هي اونيك ديريه فشي حطره وتميزي بشي ريحه خاصه بك، يقولوا اش من ريحه دايره ولا معروف. هذا اللي شموه يعرف كرا كي دايره كوكو مادموزيل ديال شانيل، فهذا هو هدي النقطه. لكنه غزال زوين، هذا من العطوره اللي خاص يكونوا عندك، انا اعشقه كوكو مادموزيل. الثاني بارفان غادي ندوزو ليه، نبقاو في شانيل. الوغ عندي هذا الور سونسييل ديال شانيل، كيف ما تتشوفوا عنده هاد شانيل هنايا، الور سونسييل سونسييل عفوا ديال شانيل. ان بارفان غزال اليغون متميز ديال السيده، ديال شي سيده اللي هي عندها واحد الشخصيه موازنه، ديال شي سيده اللي فريمون عندها اون بيرسوناليتي كيف تنقولوا، شي وحده اللي هي ثقيله ورزينه. هاد البارفان ديالها، لكن هاد البارفان ماشي ماشي كاجوال ولا تخرجي به هكا في اي لبسه ولا في اي مكان ولا لا، هاد البارفان حطاري ديال الحطره. هاد البارفان هاد البارفان فريمون تري كلاس، تري تري كلاس، ريحته غزاله جدا. ريحته هذا غادي تدخلي لشي بلاصه غيشموه فيك، حلو. المهم ديال الشمره اللي هي فريمون اون فام تري شيك، واثقه من نفسها وراقيه جدا. هذا بارفان ديال الحطور، ديال التكشيطه، ديال القفطان، ديال الطالون. هذا البارفان فريمون الي تري 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 شيك، غزال. كنصحكم انكم تشريوه، هذا بعينكم مغمضين من اجل هذا الاستعمال، كما قلت لكم الحطره ولا كلاس فريمون. هذا الي تري تري شيك ديال لا فام اللي هي متانقه، هذا البارفان غزال. والحطور راه 100% بارفان ناجح، غزال بزاف، غزال، وكيبقى واحد المده ما تصوروش شحال، تيبقى مده طويله، تيبقى مده طويله فريمون. ان بارفان انا كو جادور تري 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 بيان. لو بروشان بارفان نشوف معكم هذا ديال تريزور،
تريزور ديال لانكو. الوغ علاش هذا باقي عامر؟ علاش هذا البارفان عندي باقي عامر؟ هاد لو بارفان صراحة سيتي ان كادو، ان كادو فريمون كو جي شوازي بريسك. هاد لو بارفان الي تري تري فور. هاد البارفان ماشي ديال اي سيدة، فريمون هاد لو بارفان الي تري 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 فور. و دايوغ ديال البرد غير من اللون ديالو كتعرفو لي بارفان ديال اللي كيكونو قاصحين ولا عادة تكون لا كولور ديالهم غا ديال المارون كيكونو مغلوقين. هاد البارفان فريمون قاصح قاصح فريمون تري تري فور زيتي، فيه ديك الريحة صعيب فريمون. هذا ديال الثلج ديال البرد وماشي اي مرة ديرو، هذا ماشي اي مرة ديرو وماشي في اي بلاصة فريمون. الي تري تري فور. انا هاد لي بارفان ما تنقدرش عليهم، ولكن فيه شي حاجة زوينة، فيه شي حويجة اللي هي زوينة غزال. حتى هو ديال لا فام اللي هي عندها واحد الشخصية إدارية. بارفان صعيب فريمون فريمون صعيب. انا تيجيني هذا في اللبس ديالو وما يصلحش الاماكن اللي هي مغلقه. هذا بارفان الا كان في شي مكان مغلق انا بالنسبه ليا يجيب لي الدوخه، وكيخصو شويه ديال الهواء والبروده باش يلاه تغلبي عليه. فريمون بارفان بواحد الشخصيه اللي هي قاصحه بزاف، فيه بحال داك ريحه المسك مع ريحه لو بوا داك الخشب. فريمون هذا ان بارفان اللي هو ثقيل ثقيل بزاف قاصح. الوغ لو بروشان بارفان نشوفو هذا، هذا جوسي كوتور، هذا جوسي كوتور، هذا جاني كادو، هذا اي لاف جوسي كوتور ديال فيفا لا جوسي لا ميزون جوسي كوتور. ان بارفان جوسي كوتور فوالا. هذا ان بارفان ديال الفتات، الفتات كيعطيك واحد، كيعطيك واحد لا توش ديال لا جونيس، ولكن ماشي مبرهجه، ديال لا جونيس. يتلبس مع اي لبسه كلاس سبور كاجوال. يعني هذا البارفان غزال، فيه سيترون، فيه شويه ديال الجازمين سكري، فيه شويه لا توش ديال الفرويتي. غزال غزال. عطر، عطر ممتاز ممتاز بزاف. جوزي كوتور الصراحه عندهم دي بارفان فيمينين غزالين. هذا البارفان ان كود كور تاع هويا غزال. تنصح اي سيده تجربو. المهم ما يبقى ليش فين غادي نرش مره اخرى. بارفان رائع جدا، كي خفيف. انا بالنسبه لي هذا في الصيف صالح مليون في المية، وكذلك حتى في البرد يصلح، ومع اي لبسه تجين يعني طيغ حتى في التكشيطه. المهم هذا فيه واحد لا توش دو دون جون فام. زوين زوين غزال غزال. هذا ان بارفان غزال فريش، يصلح لاي حاجه، ضروري تجربوه. وانا اكيد اكيد هذا البارفان جيني لوكازيون نشريه، غادي نشريه. جو سي با واش دابا كاينين في المغرب، المهم انا هادو مكنتش خديتهم من المغرب. هو وهذا احنا غادي نشوفوه دابا، هي تا هو ديال لا جوز كوتور. غزال هذا كان جاني كادو، والاخر انايا شريته. ان تري تري بون بارفان. على ذكر جوسي كوتور، علاش هذا حطيتو في لومبالاج ديالو؟ بون اوغوزمون بقى ليا لومبالاج باش نخبيه فيه، مي غادي نوريكم دابا هي علاش. بون هاد لو بارفان صراحه بريسك بكيت عليه حيت ولدي هرسو ليا. غادي نخلي لكم الصوره ديالو. فوالا راه ولا بياس ديتاشي، ما فرحتش به بزاف مي ولدي هرسو. فوالا مشى كامل اون بياس ديتاشي كيف ما تتشوفوا. غادي نخلي لكم دايوغ، غادي نخلي لكم لا فوتو ديالو باش تشوفوه. كانت عنده هذه هنايا. المهم نهضروا عليه حيتاش هذا خاصكم ضروري تشموه. هذا البارفان لو توب دو توب، رائع
رائع رائع رائع، غزال جدا ريحته. الأنوثة كي بارل، هذا الأنوثة تستهدر على راسها. المهم انا دابا هذا تهرس، مي غدا نشريه حتى سي سور سي سور. دونك بارفان أنثوي سكري، فيه فرويتي ولكن ما مبرهش، وداك الحلاوه اللي فيه حتى هي ما مبرهشاش. فيه واحد الطابع ديال لا فام اللي كتقول جو سوي اون فام سيكسي، متانقه واثقه براسي. هذا عطر اللي بغى يعطيه كادو سا سخا فريمون شي حاجه اللي هي رائعه رائعه جدا. تبقى مده طويله هاد جوسي كوتور. هادي بعدا ديال فيفا لا جوسي جولد كوتور. جولد كوتور هذا تبقى مده طويله، زعما انا فيا. المهم هما لي بارفان صراحه كيختلفوا من بشره لاخرى، داكشي على حسب التفاعل ديال البشره كل واحد. ولكن هذا البارفان انا متاكده غادي يدوم في اي مراه. ديال 100 ام ال 100 مليليتر كبير، ومع داك كانت عنده هاد كندير بحال هكذا il prend l'espace، كيهز ليسباس يعني في الساكامه اللي عندكم ابتي ساك ولا شي خريجه ما يصلحش. و دوزيام بروبليم هما هاد لي زاكسيسوار هادو اون بلاستيك، بحال دابا هادو هاد السميه هادو بنخليكم لا فوتو ديالو تشوفوه. هادو اون بلاستيك سي فريمون تري سنسيبل، وحتى هادي اون بلاستيك. المهم هادو هما لي سو بتي ديفو، لكن كلشي كيهون قدام لا كاليتي ديال العطر ديالو، راه رائعه. وحتى هذا راه ثقيل، ولكن هذا كيبقى لومبالاج ديالو كوميم زويون زويون غزال، ولكن ثقيل ثقيل. هذا ما تقدروش تهزوهم في الساكاما، سي فريمون تري لو. الوغ غندوزو دولتشي غابانا. دولتشي غابانا l'impératrice Dolce Gabbana 3 l'impératrice. Alors هذا البارفان حتى هو ياك فما تشوف بقى منوري شويه، ولكن غندير له اكس. هذا البارفان سيتي اون ديسيبسيون مالوغوزمون. جو سي با لا ميزون دولتشي غابانا زعما اون ميزون كبيره وهذا، ولكن انا بالنسبه ليا هذا البارفان une grande 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 déception. ما عرفتش واش ماشي من ذوقي، ولكن انا ما كنتوقعش شي فام يعجبها هاد العطر، وبسورتو لو بري ديالو انه كيدير 1000 اكلك 1000 درهم وشي حاجه. هذا ما انا بالنسبه ليا ما يستاهلش الثمن ديالو، ما يستاهلش هاد لا فالور كامله اللي عطاوه الناس فاش لي يوتيوبر ولا لي انفلونسور فاش كيكونوا كيهضروا عليه. هذا ان بارفان انا بالنسبه ليا اون ديسيبسيون. ولا شفتوه قرب يتسالى، حيتاش مده وانا مقاتله معاه باش يتسالى وما بغاش يتسالى. فكنت كنحل الماريو ولا البلاكار ديال الحوايج، كنبقى نرش هكا المكونات ديالو. فيه الدلاح، فيه شويه سكري، ولكن انا بالنسبه ليا داك فيه الورد، وداك ريحه الورد فريمون اللي كتولي من بعد بحال محموضه. انا بالنسبه ليا ما عجبنيش نهائيا ريحه التلاح. واخا كديريه غير من ورا لا دوش ولا هكايا، كنديرو غير في الفواطي هكايا باش يعطي شويه واحد الريحه، ولكن هذا البارفان ما عمري نعاود نشريه. لو بروشان بارفان هذا الغزال ديال استي لودا، غنحاول نوريه لكم. المهم هذا استي لودر، استي لودر اون مارك معروفه سورتو بالميك اب، معروفه سورتو بالماكياج. ولكن هذا البارفان فريمون ان امور بالنسبه ليا، هو بارفان ديال البرد. هذا بارفان ديال البرد غزال، شيك بروبر، بغيتي ديريه من بعد. فريمون نشوف ندير هنا ان بارفان ديال البرد، تكوني لابسه فورور ولا شي حاجه مولطوني هكايا، عرفتي تيعطيك واحد الاحساس بالنقاوه وبالانوثه. الي بودري
بوازي فيه لاطوش ديال لو بوا، فيه واحد لاطوش ديال العود راقية جدا ورومية، ماشي ريحة العود الشرقية داك العطر الشرقي وهذا، لا فريمون هاد البارفان انا جو كونساي انكم تشموه ديال البرد، اتونسيون ديال البرد ماشي تصيف نهائيا، و ميم با ربيع الا كان فريمون ربيع في بارد. هاد البارفان غزال 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 عرفتي غزال، شكلا الي اليغون الي اليغون، فريحتو في كل شيء لو اسييوه بعينكم غمضين. الا كتعجبكم كوكو هذا بحالو تقريبا بحالها، غير هو ماشي سكري كوكو مادموزيل سكري عليه، فهذا الا قدرتو ديروه مع شي بارفان اللي هو حلو بزاف بحال داك بينك شوغر، عرفتو بينك شوغر الا تعرفوها، دابا نخليكم تصويرتها، راها من لي بارفان اللي هما حلوين ولكن غيرلي شويه بحال مراهقين، وهذا الي ترو فور، فيه ريحه العود مع ريحه المسك مع الورد مع غزال، الا قدرتو تميلونجيوهم رشيشه من هذا ورشيشه وجوج من الاخر من الاخر، ان تري بو بارفان، هذا تنصحكم به ضروري، هذا يعود يبقى عندي. لو بروشان بارفان لا في اي بيل، الوغ لا في اي بيل ديال لانكوم زوين غزال فيمينان ريان ا دير حلو اي دو، فيه زعما كاع داكشي اللي تحبو اي مرا، مي بالنسبه ليا صراحه ماشي شي حاجه اللي تستاهل نعاود نشريها، حيت ما متميش ماشي بارفان اللي يشمو فيك شي حد ويقول اين عطر داير، زوين بغيتو تشموه نصحكم تمشيو تشموه قبل لا تشريوه، وتمشيو ضربو دويره ترشوه عليكم، زوين حتى هو، فيه حتى هو من هاد لاغام ديال كوكو زوين بزاف، غير باش كنعطيكم مثال بحال، المهم زوين سكري فيه شويه ديال المسك حتى هو يا الباتشولي جو بونس، زوين ان بون بارفان اليغون، مي بالنسبه ليا دوطخ بارفان يستاهلوا انني نعاود نشوف معاهم، ولكن شبعت منه ماشي بارفان اللي فيه اون سيغناتور ولا شي حاجه، سي با فريمون تري سبيسيال بالنسبه ليا باش نعاود نشريه، ولكن زوين تبقى زوين. انكور نشوفو دولتشي غابانا، تا هو قرب يتسالا ولكن كنعتذر بزاف من دولتشي غابانا، هذا كنظن راه تكون شفتوه وعاودتو هضروا عليه، لايت بلو انتنس، انا خديت هذا انتنس، ما انا بالنسبه ليا ان فلوب ما عجبنيش، استال اوت كولوني بالنسبه ليا اون غون، يعني اون ريزومي واحد بحال اوت كولوني اللي فيه سيترون فيه ما الجاسمين سيترون جاسمين، لكن ماشي شي بارفان اللي هو ماشي سبيسيال، تيبرد ما فاسيلمون، هو ديال الصيف بارفان ديال الصيف، ولكن انا حاولت ما امكن نساليه لانه فريمون ما عجبنيش، ان بارفان اللي ما عجبنيش، كنتمنى الراي ديالكم، لكن انا بالنسبه ليا لو بري ديالو والهضره اللي سمعت عليه وكل شيء يعني شريته بعينيا بغمضين، لكن ما عجبنيش، سو ني با ان بون بارفان، شوي ديزولي انا بحال هذا ما نشريهش هو وهذا، شوي ديسو ديال هاد لي دو بارفان من دولتشي غابانا، مع العلم ان دولتشي غابانا عندها دي بارفان اللي هما زوينين بحال هذا دوان تاعي زوينه، دوان دوزتها، كاينين دي بارفان اللي ما عنديش هنا، انا كنشارك معكم هادو مثلا اللي قربين تسالا واش يستحقوا نشريوهم ولا لا، لكن هاد جوج من دولتشي غابانا انا بالنسبه لي ديسيبسيون. فوالا ندوزو لو بروشان بارفان، هذا ما كتبانش سميتو، هذا اورينس من فان كليف اند ابلز، ان تري بون بارفان، من لو ديبي غنقولها لكم ان تري تري بون بارفان، رائع بارفان رائع، فيه واحد لو كرو من هنايا اللي ان بو كرو، غزال هاد البارفان، ان كود كور شريتو تا هو بلا ما اسييه، شريتو غير بار كوريوزيتي،
هذا غير فضول. في الاول عجبني لومبالاج ديالو، شفتو في الصوره انايا عجبني لومبالاج ديالو وعجبتني لا ميزون اون فان كليف ان اربلز، كانت باقا ما معروفاش يلاه في الاول، انا كنت كنعرف عليه هذاك فيري فيري البارفان فيري الزرق وهذا، ولكن هذا البارفان اورينز داك لو تيرم ديال اورينز يعني شرقي، ولومبالاج ديالو عجبني بزاف. فمشيت قريت على المكونات ديالو، لقيت بلي فيهم واحد لاتوش اوريونتال ايون ميم طون مندمجة مع مع شويه الحلاوه مع الي مودرن، وفيه واحد لاتوش ديال العود ولو بوا غزال 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 غزال. هذا بارفان ديال الاناقه، حتى هو كلاس، يصلح في اي حاجه اللي هي رسميه هذا يصلح فيه، و اون ميم طون ديال لا فام اللي هي انيقه بعقلها متوازنه. زوين زوين هذا البارفان، انا كنصحكم تمشيو تشموه. حتى هو ديال البرد، ولكن ماشي كيدوخ، لا ديال البرد، مي جوست غزال دافي. المهم انا كنحاول نلقى بليصه فين نرش باش نتفكر. او 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 غزال 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 غزال، هذا تيفكركم بالحميميه ديال البرد، غزال هاد البارفان ان كول كور رائع. تقيقل تقيقل، هذا ثقيل، تيفكرني في هادو ديال جوزي كوتور في الثقاله، ثقيل ولكن زوين زوين رائع بزاف. شوفوا الكونسي فيفمون، غزال هاد البارفان، فوزالي ادوري. ما كايناش شي فام ما غيعجبهاش هاد العطر، غزال. اورينز فان كليف اند اربلز، فوالا هذا هو لومبالاج ديالو، باش تشوفوا السميه اورينز فان كليف اند اربلز. ما عرفتش واش الكاميرا مقلوبه، كنصحكم به، ان تري جولي بارفان، كيدير لي زونفيرون ديال 1000 1200، كل مره على حسب، دي فوا تقدر تلقاوه ب 1000، دي فوا تلقاوه ب 1200 درهم. غزال غزال هذا 100 ml اونتر 1000 و 1200 درهم، رائع سي توب. الوغ كنظن شفت معكم كلشي، هذا حتى هو قرب يتسالى ليا، قرب يتسالى ليا، غزال بزاف. زوين هذا، تري موان شير على بورتي، ولكن من قيمه، علاش هذا رخيص، والقيمه ديال الريحه ديالو صراحه بحال بزاف ديال العطوره اللي هي راقيه ولكن وغاليين. هذا رخيص وبنا ميم فالور ديالهم، هذا حتى هو اوريونتال ديال زارا، اوريونتال ديال زارا كنظن كيدير شي 200 درهم الا ناقلين فاني. المهم دابا نخلي لكم الصوره ديالو، ما عرفتش يمكن نزومي مزيان. ان تري جولي بارفان، جو فو كونساي فيفمون، ديال زارا اوريونتال، غزال بوازي ديال البرد، ريحتو بوا سكري، فيها داك ريحه العود مع الحلاوه، مع تيبقى بزاف، هذا تيبقى فريمون اي لي تري تري جولي، كيصلح لجميع الاعمار ديال البرد. ان تري جولي بارفان، انا بالنسبه ليا هذا يتصلح يتشرى، زائد بعض العطور بيان سور اللي انا مابقاش عندي لي فلاكون ديالهم، لكن يستحقوا فعلا انهم يتشراو. غنوريكم واحد فور هير، هذا غزال، انا بقى لي غير لا كريم ديالو هي اللي بقات ليا، عرفتش علاش ما كيزوم ما كيبانش السميه، كتبانش السميه مزيان. المهم نارسيسو رودريغيز فور هير، تسالي ليا البارفان دغيا، وحيت استعملته بزاف، هذا ان تري جولي بارفان حتى هو، بقات لي غير هاد لا كريم ديالو، رائع هذا، حلو بحال فيه واحد الحلاوه، ماشي فخويتي، مي بحال كتاكلي شي مسكه، وفيه واحد الانوثة غزال. هاد البارفان ديالو غزال، انا بقات لي غير لا كريم، هادي هي لا تروس ديالو، كان جاني كادو تا هو، غزال هاد لا كريم مع ان بارفان كنظن 30 ml، كان زوين. اش داكش دايوغ على هادشي بغيت نبارطاجي معكم هاد لي بارفان، لانني باي بيان سور ما غاديش يبقاو عندي لي فلاكون، ويقدروا ما نعاودش نشري مثلا شي وحدين، فقلت لهم ما نبارطاجي معكم هاد لا فيديو ديال هاد لا غام، ولا تعجبكم بحال هاد لي فيديو نقدروا ان شاء الله نديروا دي فيديو بحال على هادشي. هاد البارفان ديال فوريفر جلوين باي جيلو، فوريفر جلوين ديال جينيفر لوبيز، هذا غير لا كريم ديالو، لكن البارفان غنخلي لكم الصوره ديالو، ان تري 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 جولي بارفان.
هاد لو بارفان الي مانيفيك، القرعه ديالو تتشعل بالضو، وكنظن ميم فيه دي بايات، لكن ماشي هذا هو لو بليز امبورطون، ان هذاك لو بارفان فوق ما كنت كنديرو كان ضروري شي واحد يقول لي ان عطر دايرو. زائد هذا ديال فان كليف، زائد هذا ديال فان كليف، كانوا بزاف اللي تيسولني فوق ما تنكون دايرهم، تيسولني شي حد ان بارفان دايره. هذا ان تري بون ميلونج، حلو حلو، ما مبرهنش كلاس، تري سكسي. الا كنت عندك شي رونديفو ولا شي حاجه ولا شي كليسه ولا هذا ديال بغيتي تكوني فريمون مرا مؤنثه، يعني بمعنى الكلمه، هذا اللي تري 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 سكسي. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو مع يعني تشكيله من البارفانات الاخرى، مثلا ديال الصيف ولا هذا لا رياكسيون سور دي بارفان اللي انا مثلا واش عجبوني ولا لا، شنو هما لي بوين نيجاتيف. كنتمنى ان الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونلتقيو. كنتمنى تخليو ليا تعليقكم الا عندكم شي تساؤل ولا رايكم في شي عطر من هاد العطوره اللي انا شاركت معكم. ف نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. باي باي.